قصيدة أبي مدين رضي الله تعالى عنه. ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء، هم السلاطين والسادات والأمراء، فاصحبهم وتأدب في مجالسهم، وخل حظك مهما قدموك وراء، واستغن من وقته واحضر دائما معهم، واعلم بأن الرضا يختص من حضر، ولازم الصمت إلا إن سئلت فقل لا علم عندي وكن بالجهل مستترا، ولا ترى العيب إلا فيك معتقدا، عيبا بدا بينا لكنه استترا، وحط رأسك واستغفر بلا سبب، وقف على قدم الإنصاف معتذرا، وإن بدا منك عيب فاعتذر وأقم وجه اعتذارك عما فيك منك جرى، وقل عبيدكم أولى بصفحكم، فسامحوا وخذوا بالرفق يا فقراء، هم بالتفضل أولى وهو شيمتهم، فلا تخف دركا منهم ولا ضررا، وبالتغني على الإخوان جد أبدا حسا ومعنى، وغض الطرف إن عثرا، وراقب الشيخ في أحواله فعسى يرى عليك من استحسانه أثرا، وقدم الجد وانهض عند خدمته عساه يرضى، وحاذر أن تكن ضجرا، ففي رضاه رضا الباري وطاعته، يرضى عليك فكن من تركه حذرا، واعلم بأن طريق القوم دارسة، وحال من يدعيها اليوم كيف ترى، متى أراهم وأن لي برؤيتهم، أو تسمع الأذن مني عنهم خبرا، من لي وأنى لمثلي أن يزاحمهم على موارد لم آلف بها كدرا، أحبهم وأداريهم وأوثرهم بمهجتي، وخصوصا منهم نفرا، قوم كرام السجايا حيثما جلسوا يبقى المكان على آثارهم عطرا، يهدي التصوف من أخلاقهم طرقا، حسن التألف منهم راقني نظرا، هم أهل ودي وأحبابي الذين هم ممن يجر ذيول العز مفتخرا، لا زال شملي بهم في الله مجتمعا، وذنبنا فيه مغفورا ومغتفرا، ثم الصلاة على المختار سيدنا محمد خير من أوفى ومن نظرًا.